بقابل ناس كتير من ايام المدرسه وايام الجامعه والمنطقه بقى والزمن الجميل بتاع الثمانينات. ففي منهم ناس بتلاقيهم زي ما هم ما اتغيروش، نفس البني ادم ونفس الشكل ونفس الطباع ونفس طريقه الكلام ونفس طريقه اللبس ونفس كل حاجه في الدنيا، تحس بخير كده وتحس ان الدنيا لسه بخير، لسه الزمن الجميل موجود. وبعض الناس تلاقيهم اتغيروا تماما، اللي بقى تخن واللي رفع واللي بقى شخصيه تانية واللي ربنا كرمه وعدى واللي ربنا يعني ما اذنش ان هو يخلف فبيبقى حزين او يعني مديله نعم تانية، يعني كل واحد ربنا مديله شويه نعم كده بتبان عليه على فكره، وبيفضل نفس الشخصيه هي هي. في ناس بتتغير بس مش كتير، يعني تلات ارباع الناس اللي شفتهم هم يعني. والجميل في الموضوع ان الجيل بتاعنا ده كله بدون استثناء عنده حاله نوستالجيا فظيعه للتوقيت ده اللي هو الثمانينات، وفي كمان اللي قبلنا السبعينات. انا كل ما اكتب بوست او انزل فيديو اقول فيه حاجه فيها علاقه بالنوستالجيا الاقي الناس تبعت لي على البرايفت تقول لي منك لله، صحيت جوانا احلى ايام حياتنا، صحيت جوانا الحنين فعلا الفتره دي. الكتاب بتاعي اللي نزل ده بتاع نوستالجيا حنين حيدر برضه عامل قلق للناس كلها، قلقانين مش قلقانين يعني، عامل قلق يعني صح جواهم حاجات، لان انا بحكي حاجه مش لحياتهم بس، انا بحكي ذكريات جيل بالكامل في المنطقه بتاعتنا، مصر الجديده، نادي الشمس، الحجاز، سانت فاطمه، تريومف، السفير، اسماعيليه، محكمه، الف مسكن، روكسي، مصر الجديده كلها بما فيها كده، كل الشوارع الجانبيه والحتت دي كل حته لينا فيها ذكريات. ف ببقى سعيد جدا لما بلاقي حد يعني على نفس التراجي معاه، يعني نفس الطريق يعني. فببقى سعيد جدا جدا احس الناس كلها عندها نوستالجيا كده، خصوصا للاعلام زمان، للاماكن، للموسيقى، لحاجات كتير قوي قوي قوي، الزمن الجميل.